السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بقى في خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن أعراض بتؤكد ليك إصابة الطيور بتاعتك بالإجهاد الحراري. يعني نعرف منين ان الطيور دي عندها احتباس حراري أو إجهاد حراري، والاحتباس بيحصل قبل الإجهاد طبعا. ايه الاعراض اللي بتظهر عليهم اللي تعرفك ان خلاص بدأت درجات الحرارة تتخزن جوه وتتحبس جوه اعضاء جسم الطائر واجهزته الحيوية؟ ايه اللي بيبان على الطائر؟ طبعا الاعراض دي هتفيدك انك تعمل مقاومة سريعة ضد المشكلة دي قبل ما تتفاقم وتكون اجهاد حراري. مقاومة سريعة، علاج سريع، حل سريع. فلازم تكون عارف حضرتك الاعراض دي اللي بتبان على الطائر بالتفصيل علشان تعرف تحل المشكله. قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نكون عارفين حاجه مهمه جدا، تبلغ درجه حراره جسم الطائر اللي لسه طالع من البيضه حوالي 39.7 درجة مئوية، اللي هي داخلة على 40، وبتزداد يوميا لحد ما تصل لمستوى مستقر عند 3 أسابيع من العمر. درجة حرارة جسم ذكور الدجاج بقى أعلى بقليل من الإناث، تمام؟ يعني طبعا ده بيكون بسبب إيه؟ ارتفاع معدل الأيض وزيادة كتلة العضلات. درجات الحرارة المثلى لدجاج التسمين، تمام؟ درجات الحرارة المثلى لدجاج التسمين اللي انت بتعيشه فيها، تمام؟ ممكن نقول مثلا من 24 ل 26، من 26 28، من 28 ل 32 على حسب نوع الدجاج. ده طبعا ايه للاسابيع الاولى، الاسابيع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي. تعال كده نعرف في الاسبوع الاول من 32 تمام ل 34، تمام؟ من 32 ل 34 ده في الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني من 28 ل 32. الاسبوع الثالث من 26 ل 28. الاسبوع الرابع من 24 ل 26. في الاسبوع الخامس من 24 من 18 ل 24. في الاسبوع السادس احنا بنعيشهم في درجه حراره من 18 ل 24 برضو، تمام؟ فهي درجات الحراره دي المناسبه هي اللي ايه، يعني زي ما تقول كده ايه، هتؤثر بشكل كبير على صحة الطائر لازم تعيشه فيها. ده بالنسبة لدجاج التسمين، خد بالك. بالنسبة لدجاج التسمين خد بالك من حاجة مهمة جدا بتظهر على الطائر لما ايه، لما يكون عنده احتباس حراري او اجهاد حراري. حضرتك بتجيب ترمومتر كده، تمام؟ ترمومتر بسيط خالص من اللي هو بيقيس درجة الحرارة بتاعت الانسان، وتفضل ايه حطه تحت جناح الطائر، تمام؟ تحت جناح الطائر في منطقة تكون ضلة بعيدة عن الشمس، وفي وقت بالليل او الصبح، بالليل او الصبح بعيدة عن حر بتاع الشمس. هتقيس درجة الحرارة اللي هي في الجو العادي اللي درجة الحرارة فيه مش عالية. لو لقيت درجة الحرارة اكتر من 41 اعرف ان في بدايات احتباس حراري. ده بالنسبة للفراخ الايه، الفراخ البياضة، في بدايات احتباس حراري، تمام؟ لو لقيت ان جسم الطائر سخن كده باحساسك انت الشخصي، يعني لما بتيجي تمسكه بتلاقيه سخن كده، فانت لازم تعمل ايه؟ لازم بمنتهى البساطة تحل المشكلة دي بسرعة وتعرف ليها حل سريع، حل سريع. انت لازم انت تسعى للحل ده. لو لقيت ايه؟ لو لقيت جسم الطائر سخن عن الطبيعي والمعتاد، لان انت بتبقى متعود، انت كمربي عندك خبرة، المفروض ان انت بتبقى متعود على درجة حرارة معينة الطائر بيوصل لها، تمام؟ فانت برضو بتعس الطائر وبتحس اذا كانت درجة حرارته زيادة او اقل بشكل او باخر، تمام؟ برضو من الاعراض اللي بتبين ان الطائر عنده اجهاد حراري او احتباس حراري انه بيبقى قاعد مكانه ما بيتحركش، قلة او انعدام النشاط. ليه؟ لانه مش قادر يتحرك، مجهد، مش قادر يتحرك. فلو اتحرك درجة حرارته هترتفع، فهو مش عايز يتحرك، مش عايز يروح في اي اتجاه او اي حتة، لانه اصلا درجة حرارته مرتفعة، مع الحركة هترتفع اكتر فهو هيتعب.
فمهم ان انت تاخد بالك من تفصيله زي دي. كذلك برضو بسبب الحر وبسبب ان جسمه يعني جسمه حران وفي سخونه، هو بيبقى فاقد الشهيه. فاقد الشهيه يعني بيبقى مش عايز ياكل. مش عايز ياكل ليه؟ لانه بمنتهى البساطه برضو الاكل هيخلي درجه حرارته ترتفع زياده وزياده وزياده، فهو مش عايز ده يحصل، هو عايز درجه حرارته تنخفض. فبتلاقي على طول ايه، ان شهيته مفقوده ناحيه اكتر الاكلات اللي بيحبها. اكتر الاكلات اللي بيحبها بيبقى مش قادر ياكلها بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع درجه الحراره بتاعت جسمه. فانت برضو ايه، ده عرض مهم جدا. برضو من الاعراض المهمه جدا 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 احيانا بتحصل للطائر لما بتكون درجه حرارته عاليه جدا، انك بتلاحظ ان هو بدا كمان ايه، مناعته تضعف. مناعته تضعف يعني ايه؟ يعني ما يقدرش يتعامل مع اي مشكله مرضيه. عدوى جات له، اتخبط مثلا، تمام، بسبب السخونة اي خبطة فيها تلتهب اسرع. لو في افتراس مثلا هتلاقي ان في دم بينزل سريع وفي نزيف بيحصل بشكل سريع لان جسمه سخن اكتر والدم فاير في جسمه اكتر بسبب الحر، تمام. فكل دي برضو من الاعراض اللي بتؤكد ان هو عنده احتباس حراري او اجهاد حراري، تمام. تاخد بالك انت بقى من كل الحاجات دي، وتاخد بالك من الاجراءات الوقائيه اللي لازم تعملها. تهويه بقى، تخليه يقعد على ارض بارده، تديله كميات اكل فيها طاقه اقل، تمام. بتلاقيه يعني خامل كده، تنشطه، تغير له ميه باستمرار، تمام. طبعا بتلاقيه لاهف كده، فحاول تحاول تشربه ميه بارده وتفتح له ايه، ما حاجات كده تهويه، تمام. بتلاقي عضلاته محتقنة فبتحاول توسع له المكان عشان يتحرك بالراحة او بحرية. تحاول ايه، ترطب له جسمه كده باماكن يفرك فيها جسمه، تمام. بتقلل عدد الدواجن في المكان، المية نظيفة باستمرار، مراوح ممكن علشان قطر ايه تخفف عليه، تقدم له الاكل اللي فيه طاقة في الاوقات اللي فيها برد، والاوقات اللي فيها حر تقدم له خضروات. انت بتقدم له كل حاجة ايه، تحل له المشاكل وتعمل تضاد مع الاعراض اللي بتظهر عليه علشان تتخلص من كل الاعراض والمشاكل دي اللي ممكن تؤدي الى حدوث تفاقم في المشاكل، تفاقم في الاعراض. بدل ما يبقى عنده احتباس حراري يتحول الى اجهاد حراري، اجهاد حراري يتحول الى فقدان شهية، يبقى مش قادر يتحرك، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب، فخلاص كده فقد الحياة نفسها ومش قادر يتعامل مع الحياة. فانت لازم تبعد عنه كل الاسباب دي علشان بمنتهى البساطة ما تحصلوش اي اشياء اخرى تجعل حالته تتفاقم. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.